ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل، ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلف تماما. كان المطلوب إسقاط سوريا خلال أسابيع قليلة، ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري، هذا ما نطمئن إليه. فإذا تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة. لماذا كان تجاوب الغرب سلبيا مع هذه الإصلاحات؟ لو عدنا لمراحل سابقة مع الحكومات الغربية، أي شيء تفعله ما هو الرد؟ عادة الرد التقليدي لا يكفي، يقول لك لا يكفي لأنه بالأساس ليس الهدف، الإصلاح ليس هدف بالنسبة لهؤلاء. الحقيقة هم لا يريدوا الإصلاح، والبعض منهم ينزعج، هو يريدك ألا تصلح لكي تتخلف بلد أو تبقى في مكانك لا تتطور. الإصلاح بالنسبة لكل هذه الدول الغربية الاستعمارية، ولا لا أقول كل الغرب، كل الدول الاستعمارية من الدول الغربية، هو فقط أن تقدم لهم كل ما يريدون، أن تقول لهم أنا متنازل عن كل الحقوق. هذا هو الإصلاح بالنسبة لهم، تنازل عن المقاومة، تنازل عن حقوقك، دافع عن أعدائك، يعني كل الأشياء البديهية التي نعرفها عن الدول الاستعمارية في الغرب. وهذا شيء أقول بكل بساطة لن يحلموا به، لا في هذه الظروف ولا في ظروف أخرى. حديثا أوباما على لسان وزيرة خارجيته، ويعني كما تعلم تبعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعاكم بشكل صريح للتنحي، كيف تردون؟ في عدة لقاءات مع مواطنين سوريين في الأيام القليلة الماضية سئلت السؤال بطريقة أخرى، كانوا يسألوني لماذا لم تردوا، لم يسألون ما هو الرد. عادة أحيانا تردون أحيانا لا تردون، فقلت نحن نرد بعدة، يعني نتعامل مع كل حالة بطريقتها. أحيانا إذا كان دول شقيقة أو صديقة نرد لكي نوضح الموقف، خاصة إذا علمنا بأن هذه الدول ربما أخذت موقفا لا يتناسب مع قناعاتها لأسباب دولية معينة. أما مع دول غير صديقة فأحيانا نرد لكي نقول لهم بأنكم إذا كنتم ستذهبون بعيدا في سياساتكم فنحن جاهزون للذهاب أبعد، وفي حالات أخرى نريد أن نقول لهم بأن كلامكم ليس له أي قيمة من خلال الامتناع عن الرد. في هذه الحالة اخترنا هذه الطريقة لكي نقول لهم كلامكم ليس له قيمة. لكن بما أننا نتحدث الآن مع التلفزيون السوري وهو مؤسسة غالية على كل مواطن سوري وانطلاقا من الشفافية، نستطيع أن نقول لو أردنا أن نناقش هذا الكلام نقول بكل بساطة هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب، لا يقال لرئيس لم تأتي به الولايات المتحدة ولم يأتي به الغرب، أتى به الشعب السوري، لا يقال لشعب يرفض المندوب السامي أن يكون موجود أيا كان هذا المندوب السامي. طبعا أي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتمله لعدة أسباب. السبب الأول هو الموقع الجغرافي السياسي لسوريا، السبب الثاني هو من الإمكانيات السورية التي يعرفون جزء منها ولا يعرفون الأجزاء الأخرى والتي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها. فلذلك نحن علينا أن نفرق بين التهويل وبين الحقائق، أو يعني بين الحرب النفسية والحقائق، من دون أن نهمل هذا التهويل. القرار الوطني أهم بكثير من أي قرار دولي، هذا موضوع مبدئي منتهي الموضوع، مجلس أمن بغير مجلس أمن لا يعنينا الموضوع، بأن هذه الدول التي تهدد هي نفسها في ورطات، في ورطات عسكرية واقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية، يعني وضعها ضعيف، هي أضعف بكثير من قبل. إن لم نكن قد خضعنا لها منذ 6 سنوات عندما كانت في ذروة القوة، نخضع اليوم؟ لن نخضع.